السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في قناتي عالم مليحة. راح أعمل معاكم اليوم طريقة الكماجي الفلسطيني الخبز العربي. راح أحتاج هون كيلو طحين، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة سكر، باكتين خميرة عجين، وماء فاتر تقريبا كاسين. راح أضيف الملح على الطحين، نضيف السكر، وراح أضيف باكتين الخميرة. بدي أصب عليهم المي الفاتري وبلش أعجن فيهم شوي شوي. بنضيف المي على مراحل، مش كلهن مرة واحدة. صار عندي إياهم كتلة واحدة جمعتهم. راح أستمر بالعجن لفترة تقريبا 10 دقائق لحد ما تكون عندي العجينة جاهزة، ما راح تحتاج ان نضيف عليها مي. خلصتها عجين ودهنت وجهها بزيت الزيتون. عجيني بعد ما صارت ملساء وناعمة دهنتها بزيت زيتون، راح اغطيها. واغطيها كمان بشي دافي لحد ما يتضاعف حجمها لمدة ساعة تقريبا. هون عندي العجين خمر ما شاء الله، هسه راح اقطعه لكرات. قطع العجين لكرات متساوية الحجم. العجين اللي جهزتها لازم اغطيها اول باول مشان الوجه ما يكشبر. هون بعد ما خلصت تقطيع العجين قطعتهم لكرات متساوية الحجم. بلش أرك في العجين على المفرم الخشب، حطيت شوية طحين وفوقيها قطعة العجين، وهذا الشباك اللي راح أرك فيها. هاي عندي الكماجي بعد ما جهزت، بتكون لا خميلة ولا ركيكة، بحطها وبغطيها. بعد ما خلصت ركة العجين جهزته، راح أغطيهم وأسيبهم يتريحوا شوي. خبازي اللي راح أعمل عليها الكماج. وبالنسبة للخبيز أنا بفضل الخباز الفلسطينية لأنها أفضل من الفرن، الخبز بيظل عليها طري، أما الفرن الكهربائي بنشف الخبز. هاي النتيجة النهائية للكماج الفلسطيني، بتمنى تكون وصفتي عجبتكم وتجربوها، وانتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.